بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله شباب حنشوف السكشن الأخير مؤقتا في الشابتر الأول، بحيث أنه في عنا سكشن ثاني المفروض اللي هو طرق الإثبات الرياضي، بس حأخره شوية عشان نشوف كيف تمشي الأمور معنا. لكن الرول أوف إنفرنسز، لما بتكلم إنفرنسز طرق الاستنباط أو التخمين، استنباط أو التخمين، قوانين الاستنباط أو قوانين الاختزال، سميها زي ما بدك. في الآخر أنا حيكون شوف مجموعة من القوانين حتلزمني في الإثبات الرياضي، عشان هيك بقولك ممكن أنا هذا السكشن أرجع له لاحقا. بشكل عام أي نظرية بدنا نثبتها، تمام، لازم يكون فيها جزئيتين واضحات جدا. الأولى الكونديشن أو الهايبوثيز أو البريمسز حسب التسمية، الشرط، والكونكلوجن المحصلة. تعال نشوف مع بعض المثال البسيط التالي. بقول لي حاصل جمع، the sum of any two odd integers is integer, is even number, is even number, is even integer. True. هذه نظرية. الآن فيها condition؟ فيها condition. إيش الكونديشن؟ نكون في عندي two integers وصفتهم ايش؟ odd. يعني انا في عندي a and b are odd integers. طيب conclusion، هاي condition. كم condition يا شباب موجود عندي؟ اثنين. a is integer و b is integer. conclusion A زائد B. عارف ليش لما قلت لك two conditions؟ لأنه هذا عبارة عن preposition. A is odd integer، تقدر تحكم عليها ولا تقدر إيش؟ B is odd integer second preposition، والرابط اللي بينهم الأند، والconclusion A زائد B is even integer. هذه الخلاصة. One conclusion، one proposition. لاحظ انا اتكلم على 3 بروبوزيشن، اثنين منهم يقولوا الى الثالث. الان هذه الكونديشنز مهمه جدا عشان انا اقدر اثبت النظريات. طيب حنرجع للمثال هذا. الكوركت بروف او الاثبات الرياضي الصحيح لو بتكون من كالتالي: لو كانت الكونديشن ترو حتقول انه الكونكلوجن صحيحة، الكونكلوجن حتكون ترو، وبالتالي الكونديشنز تقول الى الكونكلوجن، هذه دائما حتكون تيتولوجي، دائما ترو تقول الى ترو، فبتكلم قاعد على تيتولوجن، لان ترو تقول الى ترو دائما حتكون قيمتها يعني هيك، ترو امبلايز ترو ايكويفالنت تو ترو، وبالتالي تيتولوجي. تمام. طيب تعال نشوف هذا المثال كيف ممكن انا اروح اثبته. لو انا بدي اروح اثبت، بدي ابدا من مين يا شباب؟ بدي ابدا من الكونديشنز، ابدا افسر شو يعني odd. a is odd معناته a equal 2 k زائد او ناقص 1، والk تنتمي الى الزد. لأي عدد فردي يكتب على صورة 2 ضرب عدد صحيح زائد أو ناقص 1. 2 في العدد الصحيح دائما يا شباب، 2 في أي عدد الناتج بيطلع عدد زوجي ولا مظبوط؟ طب والعدد الفردي إما أكبر من العدد الزوجي بواحد أو أقل منه بواحد. فأنت ممكن تعتمد على الصيغة هذه بشكل عام، أو تعتمد على واحدة منهم زائد أو ناقص حسب أنت إيش بدك. تمام. والكي هي عبارة عشان اقول arbitrary، لانه ما قال ليش هو الثلاثة، ما قال ليش الخمسة، قال لي اي odd number، فبالتالي انا بدي اروح اكتب صورة odd number بشكل عام. طيب عشان امثل الخمسة الكي لازم تكون ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة ناقص واحد، اول كي بدها تساوي اثنين، اثنين في اثنين اربعة زائد واحد، فما نكون احنا نعتمد على واحدة بس ونسيبنا من الثانية. تمام. البي اس odd
معناته البي بدها تساوي 2 اتش زائد 1، والاتش تنتمي للزد. بالمناسبة بنفعش اجي اقول 3.5 is odd، هذا الكلام مش صحيح. ليش؟ لان الاود فقط، الاود والايفن مع الاعداد الصحيحة مش مع الريال نمبر. تمام، هاي الكونديشنز، هاي الكونديشنز ولا لا اللي عندي؟ طيب تمام، يعني هدول هيك وكان قاعد بقول لك ترو، A is odd هيها، B is odd هيها، ترو ترو اند ترو ترو، لان هذا لازم يوصلني للكونكلوجن انه الA زائد B is even ولازم تكون ترو. تعال نشوف، معناته انا بدي اروح على الكونكلوجن A زائد B يساوي، عوض عن قيمة A بقيمتها 2K زائد 1 زائد اللي قيمة B 2 اتش زائد 1، اجمع 2 كي زائد 2 اتش زائد 2، خذ الاثنين هذا مشترك كي زائد اتش زائد 1، مظبوط. الان هذا الرقم بغض النظر ايش كانت قيمته ينتمي الى الزد ولا لا؟ لانه k is integer، h is integer، 1 is integer، حاصل جمع الانتجر حيؤدي الى انتجر، وبالتالي 2 في انتجر انتجر، ومش بس هيك even number even integer، مش هاي صورة الانتجر في شكل عام even integer. وبالتالي احنا وصلنا وصارت الconclusion تبعتنا هذه true true، فكانت الcondition true، قالت انه الكونكلوجن تبعتنا المحصله ترو. هذا الكلام مهم، هذا الكلام مهم لما انا بدي اجي اثبت القوانين كلياتها، فلازم انا اتسلسل او امشي مع البرهان بكلام منطقي 100%. بيبدا من وين؟ بيبدا من عند الكونديشن اللي لازم تكون ترو. بينفعش في لحظه من اللحظات اجي اقول البي هيها، البي از نوت اود، صار الكونديشن فولس. تعال اجمع حتلاقي انه الاوتبوت الكونكلوجن از اول از فولس، لانه طلعت عندي معايا اود ما طلعتش ايفن، لانه 2 كي زائد 1 زائد 2 اتش زائد 1 تساوي 2 افتح قوس كي زائد اتش الكل زائد 1، وهذه صوره العدد الفردي. فلما كانت الكونديشن عندي فولس ادت الى انه الكونكلوجن تطلع معايا فولس، وبالتالي اي نظريه صحيحه لازم تكون الشروط تبعتها الكونديشن او الهايبوثيسز تبعتها ترو، تمام، بتادي معايا لكونكلوجن ترو، اذروايز بتكون النظريه هذه بدها ايش؟ رمي بعيد عنها، لا تكونش صحيحه. تمام، الان العلاقه بين الكونديشن والكونكلوجن حنتعامل معاهم as argument، حنتعامل معاهم as argument. ليش؟ عوامل كلهم مع بعض، عوامل المسألة، عوامل إثبات صحة النظرية اللي موجودة عندنا. بين قوسين إن الconclusion الconditions تقول إلى الconclusion، هذه عوامل اللي هي الباي كونديشنال، مش إحنا قلنا B implies Q، سمينا الـ implies operator، وسمينا الـ B والـ Q عبارة عن argument للمسألة أو الـ operands تبعت المسألة اللي عندها، وبالتالي حتعامل معهم as conclusion. الآن شو علاقة هذا في الإثبات؟ هو أساس الإثبات، إنه فعلياً اللي تقول والكونديشن اللي موجودة عندي هاد، وبالتالي الأرجومنت connected by proper rules of inferences، وبالتالي الأرجومنت تبعتي هذه أنا بنتقل ممكن من خلال rule of inferences. rule of inferences قوانين التخمين أو الاستنباط أو الإثبات أو الاستبدال، سميهم زي ما بأي ترجمة ممكن تيجي على بالك. انفرنس هي التخمين بالمناسبة. الآن بتزودني بتفسير لكل ستيب في البرهان. لما بروح أنا بستبدل مقطع بمقطع، ليش؟ ليش أنا بدلته؟ بناء على إيش؟ تمام؟ بناء على إنه هذا الرول أصبحت فاكت وأنا بقدر أعتمد عليها في الإثبات. تمام؟ تعال نشوف واحد من الرول أوف انفرنسز بقول كالتالي،
هاي الارجومنت تبعتي كلياتهم هدرول الان مين الكونديشنز بي وبي امبلايز كيو والعلاقه بين التو كونديشنز هان دائما اند يقول الى كيو يقول الى كيو يعني بين قوسين بي اند بي امبلايز كيو الكل يقول الى كيو الى كيو هذا الرول او هذا القانون انا بقدر اشوف بمجرد اشوف في الاثبات الرياضي تبعي حصلت على التو كونديشن هدول بقدر اشيلهم اشيلهم احذفهم واحط بدلهم مين كيو واحط بدلهم كيو وهان بصير دور او اهميه الرول اوف انفرنسز في الاثبات تعال نشوف اساسا هل فعليا هذا زي ما هو بقول انه هذه دائما لازم تكون توتولوجي عشان اثبتها توتولوجي كيف بدي اسوي شباب عشان اثبت انه هذه عباره عن توتولوجي ايش المفروض اسوي افك الامبلايز 100% يعني انا بدي استخدم الطرق اللي شفناها سابقا عشان اثبت القيمه اللي عندي تمام بي and B implies Q الكل implies Q أزبط بقول انه هذا تيتولوجي الان بدي اذكرك B implies Q equivalent to نط ال B or Q مش and or Q وفي equivalent لشغلة تانية بس بتلزميش الان نط Q implies نط ال B نط كيوم بلايز نط البي الان ليش هذا بتلزمنيش لانه عماله بقول لي اثبت او بقدر اثبت له انه هذا توتولوجي توتولوجي يعني بدي ترو عشان بدي ترو بدي ترو لو انا قدرت احصل اور اكس ونفيها بكون حصلت على مين على الترو وبالتالي هذا بتلزمنيش الان انا بتلزمني الصوره الثانيه اللي موجوده عندي وبالتالي هذه تكافئ تقدم في الاول نفي البي بس لحظة شوية and نفي البي or Q مظبوط or Q انا بالكل حولته مرة واحدة نفي القوس هذا كله هاي النفي للقوس والقوس هذا بي امبلايز كيو برضو بدلته نط البي or Q الان بدي ادخل النفي على القوس هذا نفي البي or نفي القوس هذا نفي القوس هذا معناته B and not Q الكل or مظبوط هيك هي ما زال قوس هيو هيك الان بدي ادخل بدي اوزع نفي البي نفي البي or البي and نفي البي or نفي الكيو اور كيو مظبوط بي اور نوت بي ترو طيب هذه بترو ترو اند اكس احنا في عندنا قانون بقول لي الترو اند البي تكافئ البي لا تكافئ الترو مع الاور تكافئ وبالتالي هذه تكافئ هيك صارت نط البي اور نط كيو اور كيو خلصنا من دي مورغان كانت فوق الان ها نحن الان كل العمليات اللي عندي من نفس الرتبة اللي هي الاور وبالتالي بقدر ايش جمع مش توزيع التوزيع كانت فوق توزيع الاور على الاند والعكس بس الان تجميع معناته انا عندي نط البي اور نط كيو اور كيو هذه صار هي ترو وهذه تكافئ نط البي اور ترو تكافئ ترو وبالتالي هي عبارة عن تيتولوجي هي عبارة عن تيتولوجي اذا ايه الحل الثاني لو احنا مش قادرين نثبت بالشكل هذا ايش بنسوي نستخدم جدول الاحتمالات حستخدم جدول الاحتمالات كمان شوية بس لشغلة تانية وبالمرة بنكون اثبتناها بالشكلتين وبالتالي
اصبحت عندي الرول اوف انفرنسز هذه اللي عنوان اللي اسمها ميدس بونيناس، بغض النظر عن التسميات الشباب مش ضروري تحفظها، كلها مسميات لاتينيه بتعنينيش كثير قدر ما بيعنيني انا التطبيق تبعت القانون اللي موجود عندي هان تبعت الرول. مين الهايبوثيسيس؟ هيهم بي اند بي امبلايز كيو، يعني في عندي تو كونديشنز مجموعين في كومباوند كونديشن بينهم اند، بنكتبهم بالصوره هذه ذيرفور او لذلك الكونكلوجن ادت الى كيو. الان في اي اثبات لو لقيت انا تو كونديشنز توفروا عندي بالصوره هذه بي وبي اند امبلايز كيو، مباشره بستبدلهم بمين؟ بكيو. لاحظ الان في عندي بروبوزيشن 2 3 مشكل ما بينهم كومباوند بروبوزيشن، انا خلصت منهم بسيمبل بروبوزيشن حطيت اللي هم الكيو، وبالتالي بصير عندي موضوع الاثبات اسهل بحيث اني اقدر انتقل للنكست ستيب. عشان هيك بنقول ان الرول اوف انفرنسز بتديني جاستيفيكيشن، بتديني تبرير ليش انا انتقلت الخطوه هذه للخطوه هذه، ليش انا اختزلت هذه وبدلتها بهاي. لما بكون في عندي اكثر من كونديشن من الكونديشنز، وهذا الكلام ممكن لما باجي اقول على سبيل المثال في المثلث قائم الزاويه طول الوتر تربيع يساوي مجموع مربعات الضلعين الاخرين، قانون فيثاغورس، في عندي كونديشن، في عندي كونديشن في عندي كونديشن، ايش هو الكونديشن؟ ان المثلث لازم يكون قائم الزاويه، ان المثلث لازم يكون قائم الزاوية بالضبط. الآن لما بكون هذا طبعا مثال في one condition، لما بكون في عندي أكثر من condition بدك تفهم إنه العلاقة ما بين الconditions المختلفات هدول and الرابط ما بين simple proposition هدول أو conditions هو بمثابة الand. هذه مجموعة الرولز، هاي أول إحنا شفنا أول واحد p and b implies q إذن q. هاي في عندي بقول لي not q and b implies q، هذا بمثل not b، not b. b implies q، q implies r، إذن أو therefore conclusion b implies r. لاحظ إن التوتولوجي تبعتي شكل التوتولوجي هيها موجودة. طيب b or q and not b therefore q، b and q therefore b. ايش هذا بقول قاعد؟ ايوه هو بقول لي b and q تمام تؤدي الى b، هذا تيتولوجي صح؟ هو اللي بقوله صح صح نفي، يعني هذا تساوي نفي b and q or ال b، وزع النفي not b or not q or b true tautology. بس طبعا بتعمل توزيع توزيع في الاول عفوا تبديل وبعدين تجميع عشان تجيب البي نط البي مع البي بالاورب في الاخر محصلته، فهي توتولوجي وبالتالي هذا القانون صح. طب برضو لحتى اللحظه مش قادر استوعب انه ايش صح، تعال نشوف شكله ثاني او شغله ثانيه، احنا هيك اثبتنا انها توتولوجي، تعال نشوف هل الكلام هذا بالكلام البسيط منطقي ولا لا. بقول لي لو كانت بي اند كيو معناته ترو، لو كانت b and q is true تمام الconclusion تبعتنا b. طيب هذا rule of inferences، condition يؤدي الى conclusion، condition true الconclusion true. طيب b and q عشان تكون true ايش لازم يكون عندي؟ لازم التنتين يكونوا true، هذه true and true implies للبي نفسها ترو، ومش بس هيك ممكن تستبدل البي هذه بايش؟ بكيو عند الحاجه، وبالتالي تبقى المساله ايش؟ صحيحه. هنا بدك تبدا ايش انت تشغل دماغك فعليا في العناصر الموجوده.
تعال نشوف المسألة اللي منها وفوق. بقول لو كانت عندك البي، لو كانت عندك البي بي implies بي or Q، لو كانت عندك الكونديشن بي لحالها is it true، فتحط أدينا إلى أو تؤدي إلى true كconclusion، فأنت ضمنت عندك البي مع or، أنت يعني البي بتتعامل معها as a true value، أصبحت true. إيش بتحط لها مع الor؟ فبتكون الconclusion تبعتك إيش؟ true. وبالتالي هذا الرول مهمة جدا يا شباب لما نيجي نتكلم على الاختزال أو إثبات، لأنه فعليا حنشوف كمان مرة مثال أو اثنين من أجل إثبات النظريات بالاعتماد على الرول of inferences. طيب تمام، الآن أنا في عندي شغلة مهمة بقدر الرول of inferences اللي احنا بنسميها الارجيومنت. اتفقنا الارجيومنت هي عبارة عن مجموعة ايش؟ مجموعة عوامل. عوامل ايش؟ مجموعة الكونديشنز والكونكلوجن مع بعض. الكونديشن والكونكلوجن مع بعض نسميناهم ايش؟ ارجيومنت. الارجيومنت تبعتي هذه علاقتها مع بعض مثل علاقة الرول اوف انفرنسز، انه انا عندي اكثر من هايبوثيسيس بتأدي لكونكلوجن. بقول عن الارجيومنت valid، بقول عن الارجيومنت valid whenever، وين ما بلاقي انه الهايبوثيسيس مع بعضهم كلهم ار ترو، وتذكر انه الهايبوثيسيس بي واحد اند بي اثنين اند بي ثلاثة الى اند بي ان، لما يكونوا كلهم مع بعض ترو. طب عشان كلهم مع بعض يكونوا ترو لازم كل واحدة بشكل مستقل تكون ايش؟ ترو. هيأدي انه الكونكلوجن تبعتي لازم تكون، طيب لو واحدة كانت منهم فولس بعنينيش افحص، بعنينيش، انا بعنيني حالة واحدة فقط انه وين ما تكون الكونديشن كلها ترو لازم الكونكلوجن يكون ترو. بالتالي هذا الارجيومنت او هذه التركيبة او هذه التوليفة او هذه النظرية الارجيومنت تبعتها ايش؟ valid. valid بقدر ايش؟ اسعى في اثباتها او اقدر اتكلم عليها بالشكل هذا. طيب عشان ما ننتهش كثير احنا في الموضوع هذا، تعال نشوف اول رول اوف انفرنسز اللي احنا شفناه قبل شويه. هيو طيب، هو ايش قاعد بقول لي؟ whenever P implies the condition is true، يعني B لازم تكون true، واللي هذه تكون true هتقول لمين؟ لو بدنا نيجي نتكلمها بشكل بسيط، whenever متى هذا الكلام بيكون true؟ هذه ما true وهذه لازم تكون true. هذه متى بتكون true؟ B تقول أو true تقول إلى، فيش غير هيك، هذه الحالة الوحيدة اللي عندي، مظبوط ولا لا؟ هذه في حالات تانية ممكن هذه تمشي فيها، فولس تقول الى ترو وفولس تقول الى فولس، هذه برضه بتديني الامبليكيشن ترو، بس بقدرش استخدمهم. ليش؟ لاني حددت قيمة البي مسبقا باعتمادي على مين؟ الاند، او بين قوسين الاند اللي الزمتني استخدم اشتغل بس مع الحالة هذه. وبالتالي انا صرت هي الحالة الوحيدة اللي عندي. الحالة الوحيدة بي از ترو وكيو از ترو، وبالتالي بدي اروح افحص الامبليكيشن. ترو امبلايز ترو ترو، وبالتالي هتصبح عندي الامبليكيشن ترو اند ترو امبلايز ترو، الكل امبلايز ترو. تمام، ترو ترو امبلايز ترو 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 اند ترو ترو امبلايز ترو، معناته هذا بتكلم على valid argument، بتكلم على valid argument. ولو بدي اروح بشغل اطول شويه ممكن يكون اسهل بالنسبه لك الان، ابني جدول الاحتمالات للتوتولوجي. هاي هذه عباره عن ايش يا شباب؟ عباره عن توتولوجي، يعني قيمه الكونديشن هذا او هي عباره عن ترو. كم فاريبل عندي؟ اثنين، بي وكيو، ترو ترو فولس فولس ترو فولس ترو فولس. بعد هيك بي امبلايز كيو، true false true true، b and b
implies Q. هاي هم. True. False. False. لا بس لحظة شوية. هنا true false. 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 تمام. ايش ضل عندي؟ ضل عندي الرول الأخير زي ما هو هيك. P and B implies Q. الكل implies Q. هيدا يقول إلى هذا. True implies true. True. False implies true. True. False implies true. True. False implies false. True. لازم يكونوا كلهم true لأنها عبارة عن tautology. لازم يكونوا كلهم true. مظبوط؟ بس اصبر شوية اصبر. كلهم لازم يكونوا true لأن هذه عبارة عن tautology. بس ليش أنا بقول valid argument؟ لأنه whenever all the hypotheses are true. وين الصف اللي فيه الhypotheses تعوني كلهم مع بعض true؟ كم hypotheses أنا عندي؟ كم hypotheses أنا عندي؟ هاي الhypotheses اللي عندي. عندي تنتين. B هاي ال B وال B implies Q هايهم. متى القيمتين هدول بكونوا مع بعض true؟ لو طلعنا بس في الصف الأول. هام وهام. Whenever all the hypothesis, all its hypotheses are true. وين ما بتكون الفرضيات تبعتها true. Whenever the hypothesis are true, it will lead the conclusion is true. وبالتالي هذا الصف هو الوحيد اللي بيعنيني عشان أقول عليها valid ولا invalid argument. هذه valid argument. ليش؟ لأن وين ما two argument أو two hypotheses تعوني كانوا true. الدنيا ترو. طب الباقي يا أستاذ هاي هان ترو فولس فولس وفولس فولس وفولس ما ليش دخل فيهم خلاص. معناته أنا معني بس بالصف اللي بحقق الشرط عشان أفحص الفاليديتي تبعت الارجيومنت اللي عندي. أذروايز لو كان هذا يقول إلى فولس معناته خلصنا. معناته invalid argument. invalid argument. تمام؟ تعال نشوف الارجيومنت اللي موجود عندي هان. في عندي رول اوف انفرنسز بقول لي بي امبلايز كيو وكيو امبلايز الار ذيرفور كيو بي امبلايز الار. هذا واحد من الرولز. لو بدنا نرجع هان هيو لا مش الاخر الثالث هيو. طيب الان هذا الرول لما انا بدي كمان مرة أنا قاعد شباب مش قاعد بأثبت إنه rule of inferences. تمام؟ أنا بدي أثبت إنه valid argument. قاعد بقول لي افحص الارجيومنت هذه valid ولا invalid. مين الارجيومنت اللي عندي أنا هان؟ هيهم. واحد اثنين ثلاثة. الارجيومنت هم عبارة عن conditions بالإضافة لمين؟ للconclusion. لما بدني جدول الاحتمالات بتهمني الصفوف فقط اللي بتكون فيها two argument two conditions are true. هاي بنت جدول الاحتمالات هاي B وهاي Q وهاي R. معناته بتكلم عن جدول مكون من 8 صفوف. B implies Q و Q implies R. فرحتنا فحصنا الارجيومنت اللي موجودة عندي هان. هان true. الصف هذا لازم انا اتأكد منه قيمته. ممتاز. بنتقل للي بعده. لا اللي بعده اللي بعده هيو. هذا لازم تكون الاوتبوت تبعته ترو. هيو هذا الاوتبوت تبعته ترو واللي بعده الاوتبوت تبعته ترو. طب اللي في النص هدول بيعنونيش لانه ما حققوش الكونديشن تبع مين؟ تبع الفاليد ارجيومنت. الفاليد ارجيومنت كان بيقول لي بقول عن هدول فاليد ارجيومنت لما بتكون whenever all the hypotheses all the conditions are true. وينهم التنتين ترو؟ هيهم في الصفوف هذه المحددة باللون الأخضر. وبالتالي كانت تعمل lead لترو. فهذه valid. فهذه valid ايش؟ argument. لو انت لقيت هذه false ما تكملش خلاص تفحصش invalid. طب ما هم جاي في فروع تانية صارت not all. صار في عندي there exist one row where all the arguments or the hypotheses are true lead to
فولس، وبالتالي نفينا الديفينيشن تبعت العناصر الموجودة عندها. طيب تعال نشوف المثال هذا، بدنا نعمل له ترجمة ونشوف هل هو بيطلع valid argument ولا لا. If I like discrete mathematics، إذا أنا حبيت الرياضيات المنفصلة، أول شرط false. طيب I'll study it، معناته أنا بقدر أجي أقول B I like discrete mathematics، Q I will study discrete mathematics. تمام؟ لاحظ أنا عمال بفصل، بدي أوصل للكونديشنز تبعتي. الآن لاحظ أنا عمال بفصل يا شباب، في بفصل في مين؟ بحاول أترجم كل المسألة. الآن صار في عندي هان الأرجيومنت أو الكونديشن الأول B implies Q، هذا الكونديشن الأول لسه ما وصلتش لكونكلوجن. Either I study هيها مش مشكلة، أو I'll study مش قضية كتير، discrete mathematics or I fail the course، هي Q أو هي R، I fail رسبت the course رسبت في المساق. معناته الكونديشن الثاني عندي Either I study when Q or R نقطة، حطي لي therefore عشان يقول لي اللي جاي هو عبارة عن مين؟ عن الconclusion. Therefore if I fail the course then I don't like discrete mathematics، إذا أنا رسبت ال R تقول إلى نطل بي مظبوط. الآن لاحظ أول شيء ترجمت نص لسمبل بروبوزيشن، بعدين حولته لكمباوند بروبوزيشن بناء على فهم المعادلة. ذيرفور كانت الفيصل تقول لي كل اللي فات عبارة عن الكونكلوجن، وكنت أنا بلاحظ الفرص طب هذه كانت بتقول لي الكونديشن الأول خلص، الكونديشن الثاني بدأ وما شابه. تمام، الآن بقول لي افحص هل هذا valid argument ولا لأ، عشان تفحص الفاليديتي معناته بدك تجيب كل الاحتمالات اللي بتكون هذه فيها ترو، فاسهل حاجه بالنسبه لك الجدول الاحتمالات، هذا كلام اكيد. طيب في جدول الاحتمالات كم صف محتاجين احنا؟ بي وامبلايز كيو وار معناته 8، ترو 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 ترو، فولس 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 false true true false false true true false false true false true false true false. الان الكونديشن الاول b implies q، true implies true 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 false false. لحظة شوي عشان انا احط كل قيمة ما نقعدش نخربط، هنا true هذه false هذه false هذه true 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 true. هاي b implies q، true implies true 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 false false والباقي كله true. الكونديشن الثاني Q or R، Q or R true 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 false true 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 false. Q و R هيهم تنتين true 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 false true 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 false. الآن ايش بقول لي هو؟ عشان تكون هذه valid argument whenever، وين ما بتكون عندك الصفوف التنتين مع بعض ترو، هاي الصف هاي الثاني اللي بعده لا اللي بعده هاي واحدة هاي تنتين هاي ثلاثة.
هدول الثلاث صفوف اللي انا معني فيهم، اذا هدول الخمس صفوف عملوا لاي امبلايز لترو، معناته هذا فاليد ارجيومنت. لو واحده منهم عملت امبلايز لفولس والباقي عمل لترو، فبتكون انفاليد ارجيومنت. تعال نشوف الاخيره اللي هي الار امبلايز نوت تل بي. هاي الار وهي نوت تل بي، ترو امبلايز فولس، ترو امبلايز فولس، ترو امبلايز فولس، فولس. خلصنا نفي، ما هيها نط البي يعني عمال بنفيها. بقول لك ترو امبلايز فولس بناء على الرول اللي عندي هاد فولس. اكمل ما تكملش؟ خلصنا. نعم ما تشوف لو هذه طلعت ترو بدك تروح تفحص اللي بعدها. خلاص تكملش، انا مسؤول عن هيك كلام، لانه هيك بتصير صار في عندك وحده او الشرط اختل. لانه كان الشرط بقول لي عند كل هذول لازم تكون الكونكلوجن ترو، عند هاي اول وحده طلعت الكونكلوجن فولس، تمام؟ معناته انا بقدر اقول عنها انفاليد ارجيومنت بدون ما اكمل الجدول. ولو كملته يا رامي حيطلع معك الجدول زي ما هو. هن انا مكمل لك اياه على السلايد طبعا عشان اريح راسي. وهي من اوليتها فولس، معناته لما بمجرد انا كملت جدول الاحتمالات وفحصت، هي لاحظ اول تنتين ارجو في الكونديشنز ترو اند ترو، لازم تعمل ليد معايا او تكون الكونكلوجن معايا ترو. بمجرد اني لقيتها فولس فهذا هو انفاليد ارجيومنت. كملت الجدول ولا ما كملتهوش بطلت فرقه كثير، خلصنا. فانا ضمنت انه هذا الكلام فولس انفاليد ارجيومنت. قاعد بقول لي شوف لي هذا المثال. if 101 is divisible by 3، اذا كانت 101 بتقبل قسمة على 3 معناته 1012 بتقبل قسمة على 9. 101 بتقبل قسمة على 3 full stop. consequently therefore conclusion 102 is divisible by 9 او 1012 عفوا بتقبل قسمة على 9. هاي التوك، هاي الكونديشنز اللي عندي. الاول الكونديشن الاول هاي السيمبل ارجيومنت او عفوا السيمبل بروبوزيشن بي امبلايز كيو. اللي بعده بي، لان هي 101 از ديفايزبل باي 3 ذيرفور كيو. هيو كلامه كارجيومنت هيهم، هاي الكونديشنز تو كونديشنز وهاي الكيو. هل هذا فاليد ارجيومنت ولا انفاليد؟ بدي اروح افحص. ممكن استخدم جدول الاحتمالات واشوف، وممكن اروح على القوانين. ايوه هاي، تعال هاي القانون عندي هان، هاي الشكل اللي عندي انا هان، هاي الشكل بي امبلايز كيو كونديشن الاول، كونديشن الثاني بي ذيرفور كيو. شقلبه عشان اعيد احصل على الترتيب. ترتيب ليش؟ عشان الطابق هان مع رول فون فرانسيس اللي موجود عندي. هيو هيو هي، لاحظ هذا ولاحظ هذا، شوف التنين هدول مهمات وعليهم هو ايش الشغل. بعد ما رتبنا هان، هي هذا هيك therefore q. لا بس الاصل هذا ايش بيطلع؟ بيطلع بكيو ولا الاصل بيطلع ببي حسب القانون؟ هاي القوانين كلها بتطلع معايا هيك، وبالتالي هذا الكونديشن از فولس، وبالتالي انفاليد ارجيومنت. معناته هذا الهايبوثيسيس تبعتي مش سليمه، معناته انفاليد ارجيومنت. عارف ليش انفاليد ارجيومنت؟ شويه بس هذا عشان اقول لك انه الهايبوثيسيس تبعتي فولس. 101 لا تقبل القسمه على 3. 101 هيها هذه لا تقبل القسمه على 3، فهذه قيمتها فولس، تمام؟ ولا عمرها حسب الكونديشن هذه حتكون ترو عندي. عشان تكون ترو بدي استخدم النفي، وبالتالي هذا القانون الشكل هذا لم لا يحقق عندي او لا يتحقق، وبالتالي هذا عباره عن invalid argument، الكونكلوجن incorrect. لانه فعليا كمان الاربعه لا تقبل قسمه على 9 اللي هي 1012، اجمع الارقام وقسمه على 9. احنا طلعش على الميعاد البيان
ما انت فعليا انت قاعد بتشتغل على هيك. هاي الرولز، لان هذا الرول هي قاعد ترتيبه عشان يطابق الصوره اللي موجوده عندي في الجدول. مزبوط. تمام. لكن اختلف وين؟ في الكيو الان. وبالتالي هو الصح اذا يطلع عندي نفي البي، لازم يطلع هي القانون اللي عندي هم بيقول لي انا بحصل على نفي البي. لكن تعال بمعنى اخر انه هذا الكلام غير صحيح. ليش غير صحيح؟ تعال نراجع الكونديشنز تبعتي. 101 لا تقبل القسمة على 3، و 1012 لا تقبل القسمة على 9، وبالتالي مستحيل هذا الكونديشن يكون ترو، وبالتالي هذا invalid argument. هذا مثال طريف من الكتاب عشان تصححه. بقولك لو اليوم بتشتي تمام معناته مش حنشوي الليلة. ضحكته على الاخر كمان، وبعض الاسنان بينت زي حالاتي. تمام. If it trains today، لو مطرت اليوم، then will not have a barbecue today، مش حنشوي. If we don't have barbecue today، لو ما شويناش اليوم مش هنعرف نقرأ يا رامي. Then we will have a barbecue tomorrow. Conclusion: therefore barbecue مشاوي. If it trains today، if it rains today، لو بتشت اليوم معناته احنا حنشوي بكره. شتت بكره خلاص بتعدل وبتطبق عليها نفس الكلام. طيب الان تعال شوف، سيبك من الحل هذا لانه هذا كمان حيشكل حل ثاني بالنسبه لك. تعال هان لاحظ الكونديشن الاول هو عباره عن امبلايز، صح؟ الكونديشن الاول امبلايز ايش بقول لي؟ If it rains today، يعني أنا بدي أقول له be it rains today implies we have a barbecue today. ممكن أكتب له not Q على إنه Q have a barbecue today. تمام؟ بعناته be تقول إلى not لQ. خلصت من الكونديشن الأول. الكونديشن الثاني if برضو مازال في if و then، معناته هو عبارة عن implication. If we don't have a barbecue today معناته not Q، then we will have a barbecue tomorrow. وهذه جديدة بالنسبة لنا، have a barbecue tomorrow اللي حتكون ايش؟ R. خلصنا. Therefore إذن B if it rains B تقول إلى we will have a barbecue tomorrow إلى R. ايش فرقت عن الحل هذا؟ لما عرف بالسمبل بروبوزيشن، لما عرف السمبل بروبوزيشن كيو عرفه will not have، يعني دخل النفي في بنية او في تعريف السمبل بروبوزيشن، فصارت عنده بي امبلايز كيو وكيو امبلايز الار. بيفرق معانا حاجة هم؟ لا. لاحظ البروبوزيشن هذا هو نفسه هيو هان، وبالتالي اي حل من التنين، وهذا برجعنا للكلام الاول اللي انا قلت لك اياه سابقا، طالما انك بتفسر صح بغض النظر كيف فصلت البروبوزيشن، المهم لما تكتب الديفينيشن اكتبه صح. ممكن تعرف تروح هان تقول لك يو، احنا حسب الديفينيشن تبعتنا هيها وي هاف ا باربيكيو توداي، هل هي الكيو؟ وبالتالي بي امبلايز نوت كيو، نفي الكيو. تمام؟ valid ولا invalid؟ valid argument، لأن هذه بتطابق rule of inferences اللي اسمه hypothetical syllogism أو chaining اللي هي خلينا نقول سلسلة. الآن هاي الرول موجود عندنا هان، هيو وين السلسلة؟ السلسلة بمثابة الكيو، الحلقة ما بين التنين. إذا كانت A تقول إلى B وB تقول إلى C، فمعناته A تقول إلى C. تمام. نشوف المثال اللي بعده. أوكي. مشكلة صاحبي. طيب الآن إيش بقول لي؟
بقول لي جاري is either an intelligent or a good actor. جاري is intelligent هاي بي وهاي or a good actor. Q. جاري is a good actor. Q. هالكونديشن الأول. If Gary is intelligent, B implies then he count from 1 to 10. لو كان جاري ذكي أو شاطر حيعد من 1 ل 10. هذه R. جاري can only count from 1 to 3. جاري بس بيعد من 1 إلى 3. نط الـ R. Therefore, conclusion تبعتنا Gary is a good actor. اللي هي مين؟ Q. فقط Q. تعال نرتبهم. معناته B or Q. Condition الأول. B implies الـ R. Not الـ R. Therefore, لـ Q. Therefore, لـ Q. هذه الآن هذه الأرجيومنت تبعتي. هل هي valid argument ولا invalid argument؟ بدك تبدي جدول الاحتمالات وتبدأ تشتغل وتحسب، ممكن تاخد وقت كتير، لكن لو احنا لجأنا للرول اوف انفرنسز السابقات ممكن يقولولي هذا الكلام صحيح ولا لا. ايوة الان تعال نشوف الترتيب هذا يا شباب. هدول التلات عناصر وبينهم and، واحنا الاند عملية ابدالي اند هان بين الكوندي، هدول التري كونديشنز واللي بينهم اند، والاند عملية ابدالية يعني بقدر ابدل كل اثنين واجمعهم زي ما بدي ولا لا حسب خواص الاند. طيب تعال نشوف الخطوات التالية. يعني لو انا رحت اشتغلت كالتالي، هاي الهايبوثيسز اللي موجودة عندي، رحت انا اشتغلت في الهايبوثيسز كالتالي على ترتيبهم. نط الار الهايبوثيسز الاول، B implies الـ R الهايبوثيسز الثاني. هيو يعني بين قوسين انا بدي اشتغل على هدول التنين لحالهم، بينفع؟ اه بينفع. يعني وكأنه قاعد بقول له هيك، هاي الكونديشن B or Q and افتح قوس كبير نط الـ R and B implies الـ R صح ولا لا؟ وبدي احل اللي جوا القوس انا في الاول. حسب القوانين السابقه اللي هم في الجدول، الشكل هذا حيديني مين يا شباب؟ نط البي. هذا حسب المبس تيلينس 1 و2 اللي هم اول قانونين موجودات عندنا في الجدول هان. هي نط الار بي امبلايز الار تديني نفي البي. تمام اداني نفي البي. الان نفي البي هذه هي عبارة عن المحصلة تبعت التو كونديشنز هدول صح؟ ضل اعملها اند مع مين؟ مع الكونديشن هذه بي اور كيو 100%. بي اور كيو وفي عندي نط البي بديني مين؟ كيو. بديني الكيو هتوصل لي لكيو. بنفس الترتيب هذا لو بدنا نرجع لورا للقوانين، بهمش مرة تانية مشوارة تتعب وانت بترجع معايا. وين الاور؟ هيو مظبوط مظبوط. فتديني مين؟ بي. انا فعليا في عندي النفي موجود فوق في التنتين في المسألة هان. فأصبحت عندي بتديني مين؟ بتديني لكيو. ادتني لكيو حسب الرول اوف انفرنسز. معناته هذه وصلت انه الكونكلوجن الرولز او الهايبوثيسز اللي فوق وصلوني للكونكلوجن باعتمادي على الرول اوف انفرنسز. والرول اوف انفرنسز هي عبارة عن valid argument already وتم اثباتها، وبالتالي انا بقدر اتحقق من الفاليديتي من خاصية الارجيومنت هذه، هل هي valid ولا invalid، لو فعليا قدرت استغل الرول اوف انفرنسز عشان من الهايبوثيسز اصل لمين؟ للكونكلوجن اللي موجودة. كيف تحلها؟ المعادلة عملناها ولا شيء.
ما هي نفسها هيها. ما انا فاهم بس انا عليها هي. تهيب تحل هيش حل هام هيك. طيب هذه وهذه حسب الرول اوف انفرنسز مش موجودات. بس بتقدر تعيد ترتيب العناصر. تمام؟ بحيث انه يقول والله انا بدي ارتبهم هيك تصير هيك. بي امبلايز الار نط الار بي اور كيو. ايش فرقت معك؟ ولا اشي. بس اعاد الترتيب. الان حليت اللي فوق هذه. وطلعت معايا نط البي. صارت عندي نط البي بي اور كيو. معناته هذه حتعطيني كيو. وبالتالي وصلت لمين؟ للكونكلوجن اللي موجودة عندي. وبالتالي هدول عبارة عن valid argument للمسألة الموجودة. وبالتالي جاري is a good actor. نعم؟ طلع ممثل. لا ممثل بارع. يعني هو بمثل علينا انه بعرفش يعد. طيب. طيب. من ضمن الرول اوف انفرنسز ممكن الرول اوف انفرنسز ممكن اسقطها كمان على مين يا شباب؟ على الكوانتيفايرز والبريديكيت فانكشن. يا لطيف. طيب تعال نشوف. فور اول اكس بي اكس. فور اول اكس بي اكس. يعني هيك بقول لاي اكس في الدومين البي اكس از ترو. معناته اذا بي سي از ترو. ايش من وين السي؟ هي عباره عن عنصر في الدومين. عنصر في الدومين. في الدومين اللي اخذنا منه اكس. يعني هي حالة خاصة من الاكس المعرفة اللي فوق. لو كان في عندي بي سي فور اني اربيتراري سي. لو هذا الكلام بتحقق البريديكيت فانكشن بتتحقق على اي اربيتراري اليمنت سي في الدومين. معناته هي هذه تكافئ فور اول اكس بي اكس. نفس المعنى. عكس التاني بالضبط. There exist بي اكس. معناته بي سي is it true for some element C على الأقل واحد. BC for some element C معناته أنا بقدر أستبدلها. الفكرة وين الشباب؟ أثناء الإثبات لو أنت وصلت لهذه تقدر تستبدلها بهاي. وهذه تقدر تحط مكانها هاي. هاي المفهوم أنك أنت تقدر تستخدم بعض الفاكتس بعض الحقائق من أجل تسهيل عملية الإثبات الرياضي. Every IUG student is genius. طلاب الجامعة الإسلامية عباقرة. إيش رأيك يا رامي؟ أجري 100%. أحمد is an IUG student. أحمد طالب في الجامعة الإسلامية. تمام؟ مع conclusion. Therefore أحمد is a genius. إذا كنت طلاب الجامعة الإسلامية عباقرة وأحمد مسجل في الجامعة الإسلامية كطالب فهو عبقري. ولا إيش رأيك؟ خلصنا. فعليا هذا الكلام هيو استب الاولى for all x ux ايش ux اللي هو طالب في الجامعة university student implies genius student. تمام. استب اثنين for all احمد. احمد طالب في الجامعة يؤدي الى ثلاثة احمد طالب واحمد is genius. وخلصنا من العناصر الموجودة for all x بي سي لي احمد بي اوف احمد اف سي تنتمي للدومين الموجود. هذا القانون. هذا هو القانون اللي موجود عندنا هان. وسلامتكم. هيك خلص السكشن هذا وبدنا نقول للشابتر الاول الله يعطيه العافية. هو ضال في عندنا سكشن مهم جدا طرق الاثبات الرياضي بس حاخره شوية هيك عبل ما تتخمروا شوية في الرياضيات معنا. حناخره ان شاء الله بس لاحقا. في اي سؤال الشباب اللي طرحناه اليوم؟ ماشي. الله يعطيكم العافية شباب.